عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت ضغط لكم واحد تساؤل، واحد دوماندا، واش بغيتوا تشوفوا الأشياء اللي خديت من مدينة تورينو ومن السوق ديال المغاربة بورتا بالاتسو، والأثمنة ديال هاد الأشياء باش تعرفوا واش الأثمنة مناسبة، واش فعلا داكشي اللي كيعاودوا على بورتا بالاتسو، ولا ان يعني الانسان يعني غير كيهضر وصافي. غادي نمشيو بالترتيب كيف ما مشينا في الفيديو في الفلوغ ديال تورينو. كنا بدينا من يعني من السوق ديال رحبة ديال الفواكه وديال الخضر، نوقف على الأثمنة ديال داكشي، ومن بعد الملابس، ومن بعد الأحذية، ومن بعد وصلنا للسوق ديال الأشياء القديمة والأشياء المستعملة، يعني الماركاتو ديال لوزاتو. وكاين يعني هذا الحي، لأنه ماشي فقط سوق وإنما انتشر وأصبح حي كبير من أكبر الأحياء اللي كاينة في تورينو، كلها محلات وبازارات ومطاعم ومقاهي كلها للمغاربة. وتمن هاد البازارات وهاد المحلات المجازر كيمكن لكم تقداو يعني بأثمنة مناسبة، وغادي نشوفو شنو شريت، وغادي نعاود لكم حتى على الأشياء اللي عندنا ميمكن لكش تشري كل شيء، خاصك فاغونيت ولا خاصك شي كاميو باش يمكن لك تجيب ديك الأشياء كاملة. الملاحظة الأولى هو أن شي حاجه ممكن تخصك من المغرب وما تلقاهاش تما، من الطواجن، من البراغ، الكيسان، الطباصل، اي حاجه طاحت لك على الدماغ ديالك غادي تلقاها تما، وغتلقاها حتى باثمنه مناسبه. اذا غادي نبداو بالنسبه للخضره، وغادي نوقفوا على الاثمنه. بالنسبه للخضره كاين جوج الاثمنه، الاثمنه اللي كيبداو بها في الصباح، لان نهار السبت كيكون السوق النهار كله، هاد السوق تيبدا من الاثنين حتى السبت، الا الحد اللي ما كيكونش. الايام العاديه من الاثنين للجمعه تيكون غير في الصباح، ما نقدرش نقول لكم والو لانني انا دائما كنمشي نهار السبت. السبت كيكون اليوم كامل ديال نهار السبت. اذا الاثمنه ديال الخضر وديال الفواكه كالعاده في الاول ديال السوق تتكون اثمنه، في التالي في العشيه كتولي اثمنه وحده اخرى. علاش؟ لان معظم البياع الشغيه ما عندهمش ديك الثلاجات، ما عندهمش لي ستوك فين يعملوا السلعه، خاصهم يكملوا هذيك السلعه باي طريقه يعني كاينه. اذا ولو ان الصباح تنقولوا كانت الاثمنه كبيره، انا وصلت مع جوي 11 ونص، الاثمنه الكبيره لا علاقه لها بالاثمنه فين حنا كنسكنوا. علاش؟ ما كايناش شي خضره اللي معديه 90 سنتيم، يعني 90 ما وصلش للاورو. معظم الخضر ما وصلش للاورو، ومعظم الفواكه ما وصلش للاورو، الا ديك الفواكه اللي عاد كيدخلات كبحال حب الملوك، العنب، داكشي اللي كبير وزوين، وهذا اورو و50 جوج ديال الاورو لا تعديتي. مثلا حنايا في الجهه اللي كنسكن فيها كتشري جوج القباط ديال الاقامه النعناع، او جوج القباط ديال القزبر ولا ديال المعدنوس كتاخذهم باورو، 50 سنتيم 50 سنتيم من القبطه تما. أربعة ديال القباط من اي حاجه بغيتيها، وما كاينش فقط المعدنوس القزبر النعناع، كاين فليو، العطشه، اللويزه، كلشي خضر، كلشي زوين، كلشي رائع. أربعة ديال القباط راكم تكونوا شفتوا الفلوغ، شفتوا ان يعني كيقولها السيد في الفلوغ، كيقول لك طري ماتسي كواتر ماتسي بونيورا. الخضره ببلاش. الحاجه اللي زوينه اللي كتفكرك بزاف بالمغرب في الدخله ديال السوق نتاع الخضره، كتلقى نساء ورجال مغاربه اللي كيبيعوا الخبز، اللي كيبيعوا البغرير، اللي كيبيعوا المطلوع، يعني اش المطلوع نسيت شنو كيقولوا له، المخمر، يعني كيبيعوا ديك الاشياء اللي تبارك الله الخبز كبحال هكا ب 80 سنتيزيمي ولا اونيورو الى مشيتي ومشيتي بزاف. اذا فيما يخص يعني الخضره، في التالي ديال
كسميتو في التالي ديال النهار يعني من فوق الجوج ديال النهار تيولي اي خضره اي فاكهه 3 ديال الكيلو باورو واحد اللي بغيتي 3 ديال الكيلو باورو واحد. بالنسبه للبطيخ وبالنسبه للدلاح ما تيتباعش بالكيلو في العشيه، كتهز بالوحده ماشي بالكيلو، كي بحال بحال الاسواق المغربيه، والاسواق المغربيه يعني اللي في البوادي وفين كاين الخضره بزاف. بني من لا الاخر يبقى وبغيت نقول ان معظم المغاربه اللي كاينين في تورينو هما من بني من لا ومن خريبكا، وكاين حتى شويه من سطات وكازابلانكا. اذا هذا في الخضره. غادي نمشيو للحوايج. بالنسبه للحوايج غادي نوريكم شويه ديال اللقطات من الفيديو. 3 5 6 ديال الاورو، فاش كتوصل 10 ديال الاورو راه هما قطع ديال الملابس يعني ايطاليه. الزوج ديالي شرا 3 ديال التقاشر، باكيه ديال التقاشر ب 5 اورو، وكانوا اغلى تقاشر كاينين تما لانهم فيلو دي سيتا ميد ان ايطالي، يعني بخيط ديال الحرير ديال الصيف خفافين، 3 د الالوان معتبرين ومصنوعين بايطاليا، ما لا شينوا ولا حتى شي حاجه. اذا هادو فيما يخص بالنسبه للملابس. وبالنسبه للملابس انا خديت شي حاجه، هاد الكسيوه الا عجبتكم غادي نوض غادي نوريكم هاد الكسوه شحال زويونه. انا عجبتني بارده وزويونه وطويله يعني محترمه، اليدين عندها طوال وطويله تحت ركبه. يمكن الانسان يلبسها في لابلاج، يمكن الانسان يخرج بها مع وليداته في المدينه يدور، يعني مغطيه وزوينه وفيها الوان صيفيه. الا عرفتم شحال شريت لها تعجبو 8 ديال الاورو، وكانت راه السوق 8 ديال الاورو باش شريت هاد الكسوه. كاين تما حتى الاثواب بالنسبه للنساء اللي اعتزلنا عليهم يديو الثواب وداك الشيء، كاين ثواب ديال اللباسي مغربيه القفاطان واللباسي بالفوق والتحت. مثلا كان واحد السيد كيبيع جوهره 3 المتر بخمسة ديال الاورو، انتما كتشوفوا هنا كاين الصور، كاين الالوان تقريبا كلها، كاين بلونكاسي كاين الغوزانديان كاين البلوغوا كاين جميع الالوان، فقط 3 ديال المتر يعني التفصيله بخمسة ديال الاورو. ولكن فاش كتمسي جواره كتجي قاصحه وواقفه وتقتل بالصاد، فانا ما خديتهاش لان ماشي ما تهبطش يعني مزيان والانسان ما يلبسهاش وهو مرتاح. وكاينين تويبات كي بحال هادو اللي كتشوفوا في الحمار في الخضر في جميع الالوان ديال الباسي وكلشي، تيديروا 3 د المتر يعني التفصيله 3 د المتر ب 9 ديال الاورو، 3 اورو للمتر، يعني الانسان خاصو غير فلوس ديال الخياطه اولا كيعرف يخيط غادي يبرع راسو. سيرتو انا شخصيا كيعجبوني ديك القميصات كي بحال هكا اللي راه حد هنايا وكيتلبسوا في المنزل، يعني الانسان تيرتاح كيتبرد وكيكون لابس شي حاجه زويونه وتقليديه ومحترمه تجي زعما تري شيك. بالنسبه للثواب انا ما خديتش لان فايته مشيت لواحد السوق في بروكسل مع واحد الصديقه ديالي وكانوا كيبيعوا الثواب رخاص يعني ب 10 ديال الاورو داكشي من جد، وبقيت كنعمر هي خياطه كتشري الثواب باش تخيط وانا تابعه جلاله بالنافخ جالسه كنعمر، وبقاو عندي هنايا الثواب يعني بزاف فانا ما شريتش الثواب. اذا غادي نمشيو شنو كيتباع مثلا من عند القزار او اي بازار. انا وقفت فقط عند 3 ديال الناس اللي وقفت عندهم، ما دخلش بزاف لان داكشي كثير، كاين المقاهي مغربيه كاين الكوافور ديال النساء مغربيه الكوافور ديال الرجال مغربي الوكالات الاصفر، يعني اي حاجه طاحت لك في الدماغ ديالك غادي تلقاها تما. دخلت عند مجزرة الفضل وكنشكر السي محمد اللي زعما عندي ما نقول. الوغ اول حاجه كنت كنقلب على الحنه ورقه لان حنا كيوصلونا غير ديك اللي ديجا مطحونين وكلشي، لا بغيتي ديري مثلا لوكور ديالك ولا ليديك ولا لوجهك باش ديري لي ماسك ديال اليدين، خاص الحنه تكون يعني على حقها وطريقها وتكون عارفه كي دايره مطحونه. فانا كنت كنقلب عليها ورقه لقيتها عند سي محمد، باش كنقول لكم كاين شي اشياء يستحيل تطيح عليكم انكم تلقاو، لقيت عنده الحنه يعني ورقه ماشي تقول ان يقول لك راه مطحونه على يدي ولا شي حاجه. الحنه غادي نوض نوريها لكم باش تلقى الحنه يعني ورقه
إيطاليا وفي تورينو، يعني تجيك من المستحيلات. عند سي محمد وكنشكرو لأنه هاد الحنة عطاها لي هدية ما بغاش يتخلص فيها، وكنشكرو بزاف. كذلك عند سي محمد هذه مجزرة الفضل، وغادي نخلي لكم لادريس ديال مجزرة الفضل، هذه كانت هدية ولكن الأثمنة عنده مناسبة. الصابون البلدي بلا الويفيرا الكوستو ديالو كيدير 2.90 عنده بلا الويفيرا، عنده بالعكار الفاسي، عنده بزاف، عنده بالورد، يعني اغيديك. وعنده الصابون البلدي عادي والثمن ديالو اقل من هذا الثمن ديال 2.90، يعني هذا الوجاه لكل شيء اللي مبلي بهاد المسائل ديال التقليديه بحالي غادي يلقى بان متعه. اذا انا مبليه كذلك بالبخور واللي دخلني عنده اولا وقبل كل شيء هي هاد المبيخره. انا شفتها من برا، ولو ان عندي شي 3 ولا 4 ديال المبيخرات روعه بما كان. عندها هادو ديال الهند كتلقى باش ما كطيح، الروعه بما كان. اذا هاد المبخره خلاها لي بثمن مناسب، ولكن هي كدير 16 أورو، ماشي شي حاجة. 16 أورو روعة بمكان، لا من الداخل ولا من برا. ومن طبيعة الحال مادام شريت المبخرة خاصني لازم مع المبخرة خاصني البخور. فعندو جميع أشكال البخور، هذا البخور المدينة. يا ريت لو كنتو حدايا وكنتو تشمو يعني الريحة ديال هاد البخور، العود والمسك، يعني شي حاجه روعه بما كان. وشريت بخور ثاني سميتو بخور القصور، اذا هذا المدينه وهذا القصور. حيت انا كيعجبني العود وكيعجبني المسك كنبقى ندور وكنمشي ناخذ نفس الديكور. ولكن المهم هذا فيه بزاف حتى هو ديال النكهات، بزاف ديال النكهات على حسب داكشي اللي بغيتو. اذا مع البخور كان خاصنا شي حاجه باش نشعلو حنايا المبخره، لان هذه ماشي ديال الضو. شريت ما شنو كيقولوا لهم هادو، واحد الدويرات تتشعلهم وكتحطهم. نورمالو كيستعملوهم الناس للشيشه، ولكن حنا كنستعملوهم للبخور. هادو فيهم 10 ديال الحبات ب1 يورو، تتعملهم هنا كتشعلها كتعملها هنا وكتعمل البخور ديالك وكتغطي وكتبخر المنزل ديالك. ماشي تسنى حتى يجي العيد ولا تجي شي مناسبه باش الانسان يعني يشعل البخور وينقي الركاني ديالو ويشم ريحه زويونه بلا داكشي ديودورون بلا هاد. كيف ما قلت واو يا ريتكم كنتو حدايا. هذا سميكا رغم انه ديك لا ديالو، ولكن سميكا واحد الريحه يستحيل ما كتحمق كتحمق كتحمق. خاصكم تشريو هذا، خاصكم تعقلوا عليه، راه صفر، خاصكم تعقلوا عليه. سميتو بخور القصور وصفر اللون ديالو، خذوه غادي ترحموني، لان تيدير 8 ديال الاورو، يدير اكثر من شهر، يعني غيجي اقتصادي احسن من ديك الديودورانت اللي كنديرو في الحمام. فهاد تصور طلق البخور دخل معك الغاسول والصابون البلدي، يعني المغرب راه احسن من المغرب. المغرب هو هذا، حنا في المغرب ما كنديروش هاد المسائل هادي كامل. حنا كنا انتقلنا عند واحد السيد واحد اخر، هاد السيد واحد اخر خديت من عنده غضحكوا عليا اللي ضحك ليا غادي نبلوكي. خديت من عنده براد، هاد البراد ديال المعدن كيديروا فيه اتاي وثقيل ثقيل ثقيل. ولا شفتوا الفلوق ديال البحر تشوفوا الالوان ديال هاد البريغدات، فيه الصفر البيج الاحمر الازرق اي لون حبيتو. وفيه هاد الوريضات هكا انيق وزويون، والانسان يعني يعمل كويس ديال اتاي ديالو ثقيل بالمعقول، يعمل كويس ديال اتاي ديالو ويرتاح مع راسو. من عند هذاك السيد خديت السفه، لان تنشري انا ديك الشعريه صغيره وكنبقى يعني هذا نهرسها باش كنعمل السفه. هنا عندهم واجده هكا في ميكات كيبيعها لك السفه هكا واجده ونيورو شي كوانتا يعني. وخديت من عنده واحد الحاجه زوينه معتبره غادي تحمقكم،
وهي عاوتاني اللي شفت في الفيترينه واللي دخلت عليها، لان انا خاصني شي حاجه نشوفها باش ندخل عليها. هلا هلا هلا، انا هذه تقريبا كنت خديتها من المغرب، ولكن عاديه ماشي يعني زوينه. هذه تقريبا بحال كريستال، كنت فايته شايفها في الانترنت وفايته كنقول غير تكون عندي المناسبه غادي ناخذها، ولكن ما تحتليش يعني المناسبه، وانا دايزه وانا كنشوفها ما بقيتش نشوف. راه هذه يمكن تكون كريستال 5 ديال الليتر بالروبيني ديالها، اش كيكون عندك الضياف اول ما كيكونش. دابا الصيف كتعملي الماء، كتعملي الليمون لقامه، ويعني اما معدني او ماشي معدني، اولا بغيتي ديريها العصير وكتعملي الجياتشو يعني الثلج والماء والليمون والقامه، وكتخليها في الكوزينه ولا في الصالون. علاش؟ كتعطي الحماس للوليدات وحتى ليك باش تبقاي تشربي النهار كله، لان الصيف يعني خاصك تشربي. بالاضافه لكان عندك شي عيد الميلاد مثلا، وليداتك عندك عيد الميلاد وجايين الناس ولا شي حاجه، زوين انك تحطي ليستاتي ولا تحطي العصير ولا شي حاجه، وكيجي وكيحطوا الكيسان ديالهم وكتحلي وكت يعني تدير اون بيلا فيغورا، لا بالنسبه لقدام الناس للضياف وداكشي. ويمكن لك تستعمليها ديري فيها اللي عجبك اللي عجبك، سيرتو لقامه والحامض طريفه ضد الحامض ولقامه والماء معدني يعني هذا الثلج شي حاجه روعه بما كان. الثمن ديالها ما يطيح لكمش على بالكم، لان لقيتها انا في الانترنت حتى ب 60 اورو، انا خلصتها فقط ب 28 اورو، فقط ب 28 اورو. يمكن لك تحلفي انها كلها كريستال، روعه بما كان. مازال ما ساليت، مازال ما ساليت، لان كوكان عندي كاميو كوكان راني عمرتو من حانوت واحد اخر رقم 3، شريت الكيسان لان هذاك الكيسان اللي كنت وريتكم جاوني كبار على اتاي، فانا شريت جوج باكيات نتاع الكيسان، ورغم انني شويه والكيسان غادي نبدا نبيعهم. عجبوني علاش؟ لان كل كاس هذا زرق بلوغوا غوج وتقال، ماشي كبحال داك اللي خفيفين سيني، تقال فيهم القاع ثقيل بالمعقول، وفيهم تقريبا جميع الالوان وماشي كبار. الخضر ديال زميرالدو فيردي زميرالدو كيحمق، خديت 12. علاش تنيو الزمان؟ ربما يجيو الناس شي حاجه كيبحال هكا، من الاحسن 6 ما عندهم لا شي يكفي، و صلاح حطيتيهم في الصينيه ما تيبانوش. اذا انا خديت 12 هاد الكيسان، انا كنت غناخذهم من المغرب من فاس، وكنقطعهم ليا ب 11 اورو 2200 ريال، 11 اورو يعني. جيت لايطاليا وخديتهم، خديتهم 16 لمين يعني. في المغرب كانت اخر ثمن خلاهم لي في النرجس ب 11 اورو 2200 ريال. ان فيتشي هنايا خديتهم ب 8 ديال الاورو يعني احسن. مع الكيسان خديت من عندك كيلو ديال الكاوكاو، لان كنحتاجو بزاف في دوازاتاي يعني في الحلوى خاصني نقول لها حنا دوازاتاي. وخديت كذلك الكاوكاو يعني مقلي، ومن عند سي محمد الاول اللي لقيت عنده الحنة والبخور، نسيت ما قلت لكمش انني لقيت عنده غسل حانوت، غسل حانوت مدقوق على حقه وطريقه، وعنده لقامة ديال القهوة ما جبتش، لان من عنده خديت كاع العطرية. انا يا دي عامين ما مشيتش للمغرب، فالعطرية كلها تسالات لي عند سي محمد، خديت العطرية. كاين دوك لي ساشي اللي كيديروا ايورو الساشي، ولكن هو عنده العطريه، وهنا غادي تشوفوا الصوره، عنده العطريه مدقوقه على اليد. احسن مفاجاه هي الاقامه ديال القهوه، لان فيها الهيل، فيها شويه ديال القرفه، شويه ديال الهيل، شويه ديال الابزار، شويه بزاف ديال الكوزه، يعني بزاف ديال الاشياء. ففي الصباح كندير القهوه كنحس بان
المغرب عندي في الدار وحق الله إلا كنحس بأنني في المغرب، وزادها وكملها بهذا رأس الحانوت. الكمون مدقوق على اليد، سكين جبير مطحون على اليد، يعني داكشي ممتاز، ما غاديش يخطاني الأتاي. وأتاي كاين في أي مكان، راكم عارفين الأثمنة ديال الأتاي. يعني إذن هذه هما الأثمنة، وهذه الأشياء اللي شريت أنا من بورتا بالاتسو. قولوا لي ما عرفش شريت بزاف ولا شوية، المهم أنا جدي غني درتوها. كيف ما شفتوا من بورتا بالاتسو مشينا لتورينو الجميلة، تورينو ديال لي مارك وديال الشوبينغ وديال هذا. إذن وريتكم جوج ديال شوارع كبار، شارع كبير ديال الشوبينغ ديال لي مارك العالمية الانترناسيونال. نتوما عارفين بأن إيطاليا العاصمة ديال الموضة، شفنا كاين فالنتينو، كاين غوتشي، برادا، دولشي غابانا، هادشي كلو كاين في نفس الفيالي. وتم تما لأن كنت كنسال واحد الكادو من عند راجلي، فمن هذه شحال وانا كنجمع لهم وميك عليا. ماشي دولشي غابانا ولا غوتشي، لانني انا ما تنامنش بالموضه وما كنامنش بلي ماركو داكشي. انا كنلبس داكشي اللي بغيتو، يقدر يسوى 8 اورو الا عجبني، او 5 اورو الا عجبني، يقدر يسوى 500 اورو الا عجبني. المهم ما كنتبعش الموضه وكنلبس اللي ارتحت ليه. من هذه شحال وانا كتعجبني الصبابط نتاع بريما كلاسي. ماشي غير مشيت وشريت البريما كلاسي، ولكن لانه لقيتهم دايرين بروموسيون. لو ما كانش البروموسيون ما كنتش غادي نشري، لان يعني بزاف. ديجا خرجت به، خديت هاد السنيكرز ديال بريما كلاسي، لان عندي جوج ديال السيكاند بريما كلاسي، وجا الوقت باش حتى انا نشغل مع البريما كلاسي. غادي نقول لكم شحال طاح عليا، غادي تعجبوا. خديتو ب 40% ديال 40% ديال السكونتو، لانهم تيبدلوا كاع داكشي اللي عندهم لداخل باش يجيبوا الاشياء ديال هذا العام، لي موديل ديال هذا العام. يعني هذا الموديل ديال العام الاول ماشي ديال هذا العام. خديتو ب 99.99 يعني نقدروا نقولوا 100 يورو. سنيكرز ديال بريما كلاس ماشي شي حاجه قدر، ماشي شي يعني ما تعديتش عليه بزاف. فاش وصلنا تعدينا الساحه ديال الكاستيلو، دخلنا لذاك الشارع ديال الشوبينغ تاع هذا اللي فيه باطا، وفيه يعني فيه كيكو، فيه سيفورا، فيه بعض الاشياء كي بحال هكا لي مارك اللي هما عادي وفي المتناول ديالنا. عجبوني هاد الصنيدله، لان ما يمكنش نرجع بيدي خاويه. فعجبتني هاد الصنيدله، بيضة ومرتاحه كومودة. خديتها ب 29 اورو، فاصله 90 يعني تقريبا 30 اورو. واخا الانسان يلبسها غير جوج مرات في لوحه راه ماشي شي حاجه، روعه بمكان وكومودة وعجبتني. اذا كيف ما كتشوفوا، قلت لكم ما خبعت عليكم حتى شي حاجه. هادشي اللي كنت بالله العطريه ما كانش يمكن لي نجبدها، لان هاد يومين مني جيت عملتها في القراي ديالها وعاودتها هي والقهوه، هذا اللي بقى لي ديال راس الحانوت. وبالنسبه للخضره راكم عارفين، الدلاح ديال زاكورا، البطيخ، المهم انا كيعجبوني الفواكه اكثر من اي حاجه. يعني بالنسبه للقامه وداكشي عندي في الجرده بزاف ديال الانواع ديال القامه ما شريتهاش، وهادشي اللي كاين هادشي اللي خديت. نتمنى ان يعني نكون ما خبعت عليكم حتى شي حاجه. اللي بغى يمشي لبورتا بالاتسو، ماشي بورتا بالاتسو فقط وانما تورينو، خاصه 3 ايام او 4 ايام. هذاك الماركاتو ديال لوزاتو وداكشي ديال الانتيكو وصلنا معطلين مع 12، ولو ان كانت الشمس مازالين حاطين، ولكن الشمس الاشياء الجميله جدا كتمشي في الصباح بكري كطير. فاللي بغيتي، اللي احتاجيتي، المقالي، اي حاجه واحده اخرى، كاين السوق ديال الماعن، السوق ديال الماعن جداد، انا ما درتش فيه بصفه نهائيه السوق ديال الماعن، لان السوق تصباب هكا والسوق ديال الماعن لهاد الجهه ما وصلتوش بصفه نهائيه، لان ما قدش الوقت.
باش الانسان يشوف كاع لي بازار. كاين اللي بغى مثلا شي لبسه يخيط ولا لا بغى يمشي كري، وكاين النقافات، كاين الجوا، كاين اي حاجه يمكن لكم تخطر لكم على بالكم واللي ما كتظنوهاش كاينه في بورتا بالاتسو غادي تلقاوها. زيد على ذلك ان تورينو روعه بمكان كمدينه سياحيه، فيها مآثر تاريخية، فيها وديان، فيها حدائق، فيها متاحف، فيها يعني مراكز تجارية روعة بمكان داخل المدينة وخارج المدينة. فإذا كان عندكم وقيت وما قدرتوش تخرجوا من إيطاليا، وعلاش تخرجوا من إيطاليا وهي كاينة دابا هذا الفيروس دلتا اللي كيهدد عاوتاني العالم كامل، ما فيها بس كنت تقرا، ما فيها بس يمكن لكم ديروا يومين أو ثلاثة أيام تلاحوا في بورتا بالاتسو وما غاديش تحسوا بالغربه، وغتحسوا كي بحال اللي سافرتوا للمغرب ورجعتوا. انا فاش كنت وحش نسيت، كاين حتى الحمام مغربي تقليدي، كاين ايام للرجال وايام للنساء اللي سميتو دار الحكمه، وكاين في بورتا بالاتسو وداخل داك البالاتسو اللي فيه الحمام شوفوه في الانترنت سميتو دار الحكمه، كاين فيها مقهى الا دخلتي يسحب لك بانك في فاس، مقهى على الشكل الفاسي القديم، وفيه مطعم اللي كيسيروه مصريين تاكل فيه داكشي مصري. اذا هذا جهدي عليكم، غادي نتلاقاو قريبا جدا في فلوق ثاني وفي مدينه ثانيه. اول ما تكون شي حاجه متعلقه بقانون ديال الهجره، شي جديد في الهجره ولا في القانون السناتوريا الفلوس اي حاجه غادي نعلمكم بها، لان ما غاديش نديرو غير لي فلوغ، غنكملو في القناه ديالنا ونساراو ايطاليا وغنديكم تبرع من ايطاليا. كنبغيكم بزاف، بارطاجيو الى عجبكم كي بحال هاد الفيديوهات، لان ما عنديش كي ندير نعرف، بارطاجيو عملوا لايك ونتلاقاو ان شاء الله قريبا جدا في مفاجاه زوينه عاوتاني. مع السلامه. Adesso dobbiamo montare.